السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة فني وحس. معاكم مع صبري، والنهاردة هنعمل الكاب الجميل ده. كاب طريقته سهلة وجميلة. الكاب ده من لمقاس سنتين، هو بيلبس من سن سنتين، 3 سنين، ممكن 4. تمام. هستخدم في المشروع ده خيط هيمالايا، هيمالايا ألبن، خيط لون أوف وايت، هو خيط جميل جدا. وهعمل الوردة والخط ده بخيط إليزا بيبي سكريم. الخيط ده جميل جدا، استعملناه في مشاريع كتير قبل كده. والخيط الأسود ده أي خيط، أي حتة خيط اللون ده. تمام. هنستخدم معاه الخيط الهيمالايا إبرة 5 ملي متر، والغرزة زي ما انتم شايفينها غرزة المروحة او الدوامة. تمام. اهي يا رب تكون واضحة. غرزة سهلة وجميلة، فيها جزء مبروز شوية. اهي تمام. زي ما اتفقنا في اي مشروع عملناه بنشتغل التزايد. احنا عملنا فيه طواقي، عملناها من تحت، وفي طواقي عملناها من فوق. الطاقية دي هنشتغلها من فوق، وهنوصل هنعمل 3 ادوار تزايد، وبعد كده هنوقف التزايد وهنشتغل. ميزة الطاقية دي ان هي بتلبس مقاسات كتير، بتروح وتيجي معاكي، وطبعا بنقفلها بغرزة حشو من تحت. يا رب ان شاء الله الشهر هيعجبكم. ونبدا بسم الله. هنعمل عقده سحريه وهنلف دايره كده، هناخد لفه وهنعمل 3 سلسله بدل اول عمود. هناخد لفه ونخش جوه الدايره وهنعمل عمود. لو انت لسه مبتدئه او اول مره تشوفي الكروشيه، في انا عامله فيديوهات للمبتدئين، العمود والنص عمود والحشو، ممكن ترجع لها. عملت عمود، ادخل ناخد لفه ونخش جوه الدايره، وناخد لفه ونطلع، ناخد لفه ونطلع من حلقتين، لفه ونطلع من حلقتين. انا عملت عمود 2 3 4 5 عواميد، هكملهم 14 عمود. بس ال 14 عمود، وهنشد الخيط ده كده، اقفل بيه الدايره كويس، وهقفل في 3 سلسله من تحت. يا رب تكون واضحه. ادي الواحده 2، ادي الثالثه من تحت، او اول واحده فوق. هعملها بغرزه منزلقه كده. تمام. هاجي في نفس المكان اللي انا واقفه فيه، هعمل ايه؟ هدخل من ورا العمود كده، وهاخد لفة واطلع من الحلقة كده تاني. ما خدش باله. هدخل ورا 3 سلسلة اللي انا كنت عاملاهم دول اول عمود، وهاخد لفة وهطلع من الحلقة كده عشان اعمل عمود امامي، وهعمل 3 سلسلة. هاخد لفة وبين العمودين هروح عاملة عمود، هاخد لفة وادخل ورا العمود الاولاني ده، العمود اللي بعديه، واخد لفة واطلع، هاخد لفة واطلع من حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين. عملت عمود امامي، وبين العمودين هروح عاملة عمود، هاخد لفة واعمل عمود امامي كده، وهاخد لفة وبين العمودين هروح عاملة عمود. يبقى انا هعمل على كل عمود عمود امامي، واعمل في الفراغ اللي جنبيه على طول عمود لغايه اخر السطر. خلصت السطر وهقفل. عملت عمود هنا في الفراغ عشان ما ننساهوش، وهعمل هنا هقفل في اول 3 سلاسل انا عملته. هعمل 3 سلاسل ارتفاع، وهاخد لفه وهعمل عمود امامي فوق العمود الامامي اللي عندي كده. تمام. وهاجي فوق، شايفين هنا في عمود بعديها، انا ماليش دعوه بيه،
اب في الفراغ اللي هو بين العمود ده والعمود الامامي هنا اهو، هعمل عمودين. وهعمل بعد العمودين هعمل عمود امامي هنا اهو. تمام، هاخد لفة هنا اهو، عندي في عمود وفي عمود امامي بينهم، هعمل عمودين وهاخد لفة واعمل عمود امامي فوق العمود الامامي، هاخد لفة اهو. نركز شوية، شايفين ادي العمود الامامي اللي انا شغالة فيه، في بعديه عمود على طول وفي عمود امامي اهو هنا في الفراغ ده، هدخل واعمل عمودين، هاخد لفة وفوق العمود الامامي هعمل عمود امامي لغاية اخر السطر. وصلت لاخر السطر وهاخد لفة، وهنا في ثلاثة سلسلة انا عملتهم في الاول جنبيها اللي هو قبليها على طول، يعني هعمل عمود عشان هي كده المفروض يبقى فيه عمودين. تمام، هنقفل في اول سلسلة فوق وهنعمل ثلاثة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة. تمام، هنعمل هنا في الفراغ اللي جنبيها عمود، وهاخد لفة واعمل فوق العمود الامامي ده عمود امامي. تمام، انا عندي هنا بعد العمود الامامي في عمودين في الفراغ ده، انا هعمل ثلاث عواميد انا حباها مقفولة مش عايزة اعمل فراغات فيها، وفوق العمود الامامي هعمل عمود امامي، في بعديها عمودين بعد العمود الامامي في الفراغ اللي جنبيه ده هعمل تلات عواميد، هاخد لفة فوق العمود الامامي ده هعمل عمود امامي، هاخد لفة وفوق في هنا عمودين اهم بعديها هنا هعمل تلات عواميد، هاخد لفة واعمل عمود امامي فوق العمود الامامي وهكذا. تمام، بدأت تبان معايا اهي، هكمل لاخر السطر. خلصت الدايرة وهقفل في اول لا سوري، هعمل عمود في نفس الفراغ اللي انا بدأت فيه كده، وهقفل في اول سلسلة من فوق. طبعا بيفرق من نوع الخيط للإبرة بتاعتك، لو انت عاملة إبرة وخيط أصغر تمشي بنفس الخطوات وتوصلي للمقاس اللي انت عايزاه. طبعا احنا قلنا قبل كده الدايرة دي مقاسها كده اهي، ده سنتر الدايرة، ودي مقاسها حوالي 12 سنتي. بالنسبة لي انا هستكفى بالمقاس ده علشان تطلع مظبوطة، تطلعش واسعة قوي. تمام، خصوصا ان الغرزه دي بتاخد وتدي معاكي مش بتبقى ضيقه. لو انت عايزه تعملي الطاقيه دي المقاس كبار ابدأي ب 16 سلسله مش 14. هنعمل 3 سلسله، لا سوري بقى عشان كده هنبدا نغير بقى عشان نبدا نعمل صح. هعمل منزلقه على العمود اللي جنبيها، وهعمل منزلقه في قبل العمود الامامي على طول كده اهو. هعمل هنا اهو 3 سلسله، وهعمل عمودين في نفس المكان علشان خلاص تبدا تديني الموجه خلاص، وهاخد لفه وهعمل عمود امامي فوق العمود الامامي كده، هاخد لفه وقبل الفراغ اللي قبليها كده انا هوقف تزايد. انا بالنسبه لي هوقف تزايد هنا. لو انت عايزه تعملي مقاس كبير، اولا هتبداي 16 عمود، تاني حاجه هتبداي تزودي بدل 3 عواميد هيبقوا 4 عواميد، وبعد كده هتستخفي مش هتقدري تزودي، ما تزوديش عن كده. يعني انت بتعملي مقاس كبير يبقى تبدأ 16 عمود وتعملي الدور ده 4 عواميد وبعدين عمود امامي، لكن انا عشان مقاس صغير فانا هعمل 3 عواميد بس، انا خلاص هوقف تزايد مش هزود تاني، هعمل 3 عواميد واخد لفه وهعمل عمود امامي فوق العمود الامامي، وهياخد لفه هسيب الثلاث عواميد دول، وهنا اهو قبل العمود الامامي على طول هاخد لفه وادخل واعمل ثلاث عواميد
وهاخد لفة واعمل عمود امامي فوق العمود الامامي، هاخد لفة وعندي هنا تلات عواميد هسيبهم هنا هو في الفراغ ده، هعمل تلات عواميد. لو انت خيطك رفيع وحاسه ان المقاس مش مكفي معاكي ممكن تعملي سلسلة بين العواميد وبين العمود الامامي ده، بس انا مش هعمل، انا المقاس كده معايا مظبوط. انا هفضل اكمل بنفس الطريقة، بنفس الطريقة تلات عواميد قبل العمود الامامي على طول في الفراغ اللي قبل العمود الامامي وعمود امامي لغاية افضل اكمل اكمل، هي هتبدا تلم ما تقلقوش، عشان في طاقيه الرعب في بنات كانوا بيقولوا لي ان هي ما بتلمش وبعتت لي انا قلقانه طيب بتلمش، هي فعلا بتاخد وقت عقبال ما تلم، بس اول ما بتلم خلاص المقاس بيبدا يتظبط معاكي. هفضل اكمل الطاقيه بنفس الطريقه دي لغايه ما اوصل للطول اللي انا عايزاه، وبعد كده نبدا نعمل غرزه الحشو ونعمل الكابل قدام، وبعدين اوريكم الورده. خلصت السطر اللي انا فيه، هوريكم بس هتقفلوه ازاي وهنكمل الشغل. هقفل في اول سلسله فوق هنا، هنعمل منزلقه فوق العمود اللي بعديها، منزلقه فوق العمود اللي بعديها، منزلقه جوه الفراغ ده اهو قبل العمود على طول اللي عمود امامي، هنعمل ثلاثه سلسله وهنعمل هنا كمان عمودين لو انت شغاله معايا بنفس الخيط ونفس المقاس تمام، وهنعمل عملنا ثلاث عواميد كده، هنعمل عمود امامي فوق العمود الامامي وزي ما عملنا السطر اللي فات بالظبط، يعني نسيب التلات عواميد دول وقبل العمود الامامي على طول هعمل ثلاث عواميد. انا ممكن تعملي واحد سلسله عشان تهوي الدنيا بيها في الفراغ ده، بس انا مش عايزه اعملها عشان انا مش عايزه يبقى فيه فراغات كبيره تمام، عايزه الطاقيه تبقى ملمومه وتقيله. وصلت للطول اللي انا محتاجاه اهو من اول هنا السنتر اهو تمام اهو حوالي 17 سنتي ونص، 16 سنتي ونص تمام، ناقص لي حوالي سنتي للمقاس اللي انا عايزاه. السنتي ده انا هعمله غرز حشو عشان احنا لسه في جزئيه عندنا غرز حشو، هتلف الطاقيه الكاب وبعد كده هنعمل الكاب اللي قدام تمام، يبقى انا هبدا اعمل في غرز الحشو مش هزود عن كده تمام. هو المفروض السن بتاعي هيبقى 4 هيبقى 18 سنتي لغايه 19 سنتي يعني 18 وشويه تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل غرزه سلسله وهنعلمها بستيتش ماركر او دبوس او بنسة او حتى خيط لو انت ما عنديش اي حاجة تعلم بيها بنسة اي حاجة كده، وهاجي فوق اول عمود هيقابلني هعمل ادخل الابرة اهو، ادخل الابرة واخد لفة واطلع واعمل غرزة حشو، هاخد العمود اللي بعديها هاخد لفة واطلع واعمل غرزة حشو، فوق العمود الامامي هعمل غرزة حشو، وهكذا فوق كل عمود هيقابلني هعمل غرزة حشو عشان يلملي الكاب، هكمل لغاية اخر السطر اخر السطر، وهعمل في اول غرزة غرزة انا عملتها هعمل غرزة منزلقة، هدخل الابرة هنا كده وهاخد لفة واقفل بمنزلقه كده، هعمل سلسله وهنقل الستيج ماركر فوق عشان ما تتلخبطيش. انا بقول لي يا بنات بالتفصيل علشان في بنات كتير بتبقى مبتدئه او مش عارفه تعمل ايه او بتقف قدامها حاجات، ففعلا فعلا بتبقى نقطه بسيطه بتقف وبتفرق كتير جدا معاها. عملت هنا اهو كده سلسله، وفي الغرزه مطرح ما انا واقفه هعمل غرزه حشو، وفي اللي بعديها غرزه حشو، في الحشو اللي بعديها هعمل غرزة حشو كده ربنا تكون واضحة، وهدخل غرزة حشو. لو انت بقى عندك خيط رفيع قوي ممكن تعمليها على فتلتين، انا حبيت ان هي تبقى سميكة وماسكة نفسيها تمام. هنعمل حشو، احنا هنكرر اهو،
هنكرر الادوار ده لغايه ما يعمل السمتي اللي انا عندي او بالعرض اللي انت عايزاه. يعني انا مثلا ممكن اعمل صفين كمان حشو على حسب العرض اللي انت عايزاه، عرض القمر اللي هنا، وبعدين هنبدا نعمل الكاب ونعمل الورده. خلصت يا بنات. اللون الاوف وايت بيبقى حلو قوي في الشغل، اللي بيدي كده جمال. عملت 4 سطور حشو، تمام. هبدا اشيل الابره دي وهجيب ابره اصغر علشان اعمل الكاب. دلوقتي انا عندي الطاقيه هنصصها كده بالظبط، يعني افردها كويس، وعندي نص اهو في سيرش ماركر اصلا، تمام. هاجي عند النص التاني بالظبط كده واروح حاطه ستيتش ماركر كده، اهي بتنصصه بالظبط، تمام. هنبدا بقى نعمل ايه. هعمل سلسله، هنقل ستيتش ماركر هنا، وهعمل حشو بس في الحلقه الاماميه بس. نركز بقى في الحته دي. خلاص ايه، انا دلوقتي عايزه اعمل حشو، مش انا في عادي عندي حلقتين اهي، عندي حلقه، يا رب تكون واضحه اهي، عندي حلقه خلفيه وحلقه اماميه. لا، انا هعمل حشو في الحلقه الخلفيه الاماميه بس، تمام اهي الحلقه الاماميه، اهي في حلقه خلفيه وحلقه اماميه، هعمل في الاماميه بس غرزه حشو في الحلقه الأمامية بس كده، الحلقة الأمامية علشان يبقى واقف لفوق كده، تمام اهو. بصوا اهي من ورا عملت ازاي، باينة اهي، عملت زي حظ كده، ده هيخليها واقفه كده لفوق، تمام. انا هكمل غرز حشو في الحلقه الاماميه بس، مش غرز ضيقه بس كده، لغايه ما اوصل الستيج ماركر دي. وصلت لنص تاني الستيج ماركر اهي، اخلعها وهعمل عمود حشو في الحلقة الأمامية بس، تمام. هلف الشغل. المفروض ان انا اول هعمل سلسلة، المفروض ان انا هشتغل في اول واحدة دي، اعمل حشو هنا، لا انا اروح داخلة هنا وعاملة حشو عشان يطلع ميل. خلاص، وهدخل هنا واعمل حشو في كل غرزة، هدخل واعمل حشو لغاية الاخر، لغاية ما اوصل للستيج ماركر التاني. وصلت لاخر واحدة في السطر، هنعمل ايه؟ المفروض ان انا هقفل دي حشو واعمل هنا حشو، لا عشان تبقى مايلة ومتبقاش مقطومة القطمة دي، لا انا هعمل كده القبل الاخيرة، هعملها هاخد لفة واطلع كده اهي، دي كده انا هي واحدة واحدة اهي الاخيرة. خلاص، هدخل هنا واعمل ياخد لفة واطلع، وهدخل هنا واخد لفة واطلع بحيث ان هي تبقى تناقص عشان تميل كده شوية. هنعمل سلسلة وهنلف الشغل، المفروض ان انا هعمل كده، هنا هدخل هنا واعمل حشو، لا هدخل في التانية علشان يعمل لي الميلة دي، تمام. هفضل بقى بنفس الطريقه رايحه جايه رايحه جايه بالميل لغايه ما اعمل الطول اللي انا عايزاه للكاب. بعد ما خلصت يا بنات عملت حوالي 7 سطور، هبدا اهذب بالحته دي اخليها احسن. هعمل ايه اهي، هاجي بصوا انت هنا في اخر غرزه حشو، هروح داخله في النص هنا وهعمل غرزة حشو، وفي السطر اللي تحتيها هروح داخله وعامله غرزة حشو، وفي السطر اللي تحتيها هروح داخله وعامله غرزة حشو، السطر اللي تحتيها هدخل واعمل غرزة حشو كده عشان يبقى شكلها نضيف من الجنب، مش شكلها اهي.
سؤال شكلها حلو ازاي. وهنا غرفة حشو، وهروح واخدة شبكة اهي في اول واحدة، وبعدين في الجسر نفسه بغرزة منزلقة. بصي بقى شكلها عامل ازاي، بصي الفرق اهو. هعمل برضو الجنب ده زي ما عملت الجنب ده، هجيب الخيط من هنا واروح مهذباه الجنب ده. بصي بصي الفرق اهو، الجنب ده والجنب ده ههذبه كده. وبعد ما هذبه يعني هذب الناحية التانية برضو، وهرجع بصوا اهو الكاب ده تمام. بصوا اهو لما عملت الغرزة دي كده، بصوا اهو واقف لقدام كده تمام. بس انا عايزاه يبقى واقف اكتر، يوقف لفوق اكتر. هعمل ايه؟ هاجي اتني الجزئية دي كده، الكاب ده اهي، دي الحتة القدام دي هتنيها لقدام كده، وهعمل غرزة منزلقة كده هنا. شايفين اللي هي فاكرين السلاسل الاماميه اللي انا مش انا كنت عامله في السلاسل الاماميه دي، الخلفيه بتاعتها هعمل فيها غرزه منزلقه كده عشان اعمل زي حز كده عشان هو ما يرجعش وينام تاني، يبقى بص واقف كده. السلاسل اللي هي اللي هنا دي هدخل فيها واعمل غرز منزلقه لغايه اخر السطر. خلصت يا بنات. اي بص لما عملت الحز ده بص واقفه تقف ازاي، تبقى حلوه تمام. انا كده عملت الكاب ناقص ال كده تمام، ناقص بقى اعمل الجزئيه اللي هنا. انا هجيب الخيط الثاني وهعمل عقده بدايه، وهعمل سلسله بطول الجزئية دي من اول الكاب هنا، يعني من اول هنا لغاية هنا. يا بنات اهي السلسلة من اول هنا لغاية الناحية التانية تمام. هنعمل اتنين سلسلة وهنسيب هندخل ناخد لفة ونخش في تالت سلسلة بعد الإبرة، وهنعمل عمود. وفي السلسلة اللي جنبيها هندخل ونعمل عمود، وفي السلسلة اللي جنبيها هندخل ونعمل عمود. هنعمل عمود في كل سلسلة لغاية آخر السطر. هنعمل تلاتة سلسلة وهنلف الشغل، وهنعمل في كل عمود زي هنا بالظبط تمام. هنكمل الجزئية دي، هنكمل في كل عمود وهخلص الوردة وهحطها لكم. دي هتركب هنا اهو كده تمام. على فكرة هو لون اهدى من التصوير، بس هو التصوير مخليه اوفر يعني. هنعمل بقى الوردة، هنعمل عقدة سحرية كده وهنلفها، هندخل الإبرة وهناخد لفة، هنعمل واحدة سلسلة وهندخل جوه الدايرة وناخد لفة ونطلع ونعمل حشو. هناخد ندخل جوه الدايرة وناخد لفة ونطلع ونعمل حشو، ندخل جوه الدايرة ونعمل حشو، وهنعملهم 10 حشو كده. واحد اثنين ثلاثة أربعة، كملهم 10 حشو. عملتهم 10 حشو، هشد الخيطة دي وهقفل في أول سلسلة أنا عملتها بغرزة منزلقة، هدخل الإبرة كده وآخد لفة وأطلع بمنزلقة. سوري أنا هدخل كده الإبرة، هدخلها مش هطلع باللون ده، هطلع باللون الفوشيا علشان هو اللي هيبقى الوردة. خلاص انا دخلت الابرة كده وهاخد الفتلة دي كده واعمل اهي سلسلة، هعمل اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهاخد لفتين وهدخل في نفس
المكان وهعمل عمود بلفتين، هعمل لفتين وهدخل في نفس المكان وهعمل عمود بلفتين، هاخد لفتين وفي الحشو اللي بعديها هعمل عمود بلفتين، وبعدين هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهدخل في نفس غرزة الحشو اللي عملت فيها آخر عمود وهعمل غرزة منزلقة كده. هعمل حشو منزلقة في الغرزة اللي بعديها، هعمل 4 سلسلة وهعمل لفتين، وفي نفس المكان هعمل غرزة عمود لفتين، هاخد لفتين وهاخد في نفس المكان وهعمل عمود لفتين، هاخد لفتين وفي الحشو اللي جنبيها هعمل عمود لفتين، وبعدين هعمل 4 سلسلة وهعمل غرزة منزلقة في نفس المكان. اهي كده انا عملت بتلتين، وهكمل لغاية ما اعملهم 5 بتلات. ممكن تعملي الوردة دي وممكن تعملي وردة تانية كتير على القناة، هحط لكم اللينكات بتاعتها في صدور الوصف تحت الفيديو. خلصت الوردة وهعمل غرزة، هشد اهي سخيت كده هقفلها، تمام هقفل دي من ورا علشان ما هربطها كويس الخيط ده. تمام، في وردات كتير على القناة وفي وردات انا عاملاها قبل كده، بس هي البنوتة عايزة الوردة دي. كل اللي احنا هنعمله بقى هنثبت دي بإبرة التنظيف عادي، هنثبت دي كده وهثبت دي هنا بإبرة التنظيف، هنضف كل الشغل ده وهثبت دي هنا هو. خلصت يا بنات الكاب، ويا رب يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الفكرة والطريقة بسهولة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير لاصحابكم، وشوفوا فيديوهات تانية هتلاقوها تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.